مش الوضع اكتر يعني. الوضع بالنسبه للمستحقات روي فيتوريا والانباء والكلام اللي اتقال انه هيشكو الفيفا، الوضع بالنسبه له ايه مستحقاته؟ والله يعني انا عاوز اقول لك احنا الـ 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 النص كان صريح في التعاقد بالنسبه لمساعدين مستر فيتوريا في حصولهم على مستحقاتهم وفقا للجدول اللي معموله، اتبعت لهم الجزء الاول وفقا لما تم ابرامه من تعاقد ما بينهم او ما بين محاميهم وما بين المستشار القانوني المستشار محمد المطشر والسيد وليد العطار المدير التنفيذي، واتبعت ده بالفعل. مستر بريرا النهارده تناقشنا في الاجتماع بتاعنا وقلنا يعني استعجلنا الراي او الرد القانوني من المستشار محمد المستشار القانوني للاتحاد، عشان اذا كان الراجل له حق وفقا للتعاقد يبقى احنا النهارده قلنا لازم نسرع بارسال حقه، اذا لم يكن له حق واحنا ومتاكد المستشار محمد المصري من هذا الامر يبقى خلاص العقد ما فيهوش، وبالتالي لجوءه للمحكمه لا يضر الاتحاد المصري والمحكمه تحكم في النهايه طالما ان العقد بتاعنا سليم. فده النهارده اتكلمنا فيه قلنا اذا كان له حق يبقى لازم على طول نسرع ونرسل له حق، اذا لم يكن يبقى خلاص يلجا الى المحكمه كما قلت. عظيم جدا.